انت بتخس مش عشان انت قاطع لا رز ولا عيش ولا مكرونة، انت بتخس عشان كل 24 ساعة من يومك بتدخل صافي معين من تناول الكربوهيدرات في يومك. الصافي ده لو اقل من 60 جرام كربوهيدرات حضرتك هتخش في دايرة حرق دهون. لذلك الناس فاكرة عندها اعتقاد كبير ان انا لما تقطع رز وعيش اكتر هما اللي هيخسوا اكتر. لا، انت ممكن تاخد خبز وتاخد رز بكميات حصص معينة بنسميها حصص الكربوهيدرات ما تعديش الليميت بتاعك اللي هو يطلعك بره حالة الحرق، ودي نقطة مهمة جدا. لذلك الناس اللي داخلة لو كارب دايت وفاكرة نفسها انها محرومة، لا انت يا باشا مش محروم، انت بتخس بفعل انك انت بتقلل كربوهيدرات. كيتو، لو كارب، قرطاي، باليو، كلهم تحت مظلة من مظلات منخفض الكربوهيدرات. حضرتك الكربوهيدرات ده موجود بكذا نوع. نوع بسيط اللي هو موجود في العسل، موجود في السكر الصريح، موجود في العصائر البيور، موجود في اللبن. ده اول لما بينزل القولون بيبدا يرتفع معاه مستوى السكر بسرعه 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 بسرعه. طب الحاجات دي لو دخلت مع الياف ودهون يبقى هيأخر رفعة مستوى السكر في الدم. يبقى الكربوهيدرات البسيطه بتعطل من معدلات الحرق عشان هي ما بتاخدش وقت في الدم عقبال لما ترفع مستوى السكر في الدم. طيب ايه بقى الكربوهيدرات المعقده؟ رز، مكرونه، التوست، الفريك، البرغل، البطاطا، الخضار الغير نشوي، المكسرات، كل دي كربوهيدرات معقده. طب انت عارف ان الكربوهيدرات موجود في البروتين بنسب ضئيله؟ ما تحسبهاش. وصلت؟ فانت بتخس مش عشان انت قاطع رز وعيش ومكرونه، افهم انت بتخس وجعلت كبدك يحرق دهون عشان انت مقلل في حصص الكربوهيدرات بتاعتك اللي في اليوم. طول ما انت مقلل كارب طول ما انت حرق ايه؟ دهونك بيعلى. لذلك خدها قاعده، قلل كربوهيدرات في يومك زاد معدل الحرق وبقيت جسمك اتحول الى ماشين من حرق الدهون. وحرق دهون جسمك بيديك شعور بالشبع والطاقة فترة طويلة. وصلت؟ أكيد كده. والناس اللي فاكرة إن الكربوهيدرات رز وعيش ومكرونة، عايز أقول لهم موجود في كل حاجة ومعاهم الفاكهة. فجماعة الفواكه دي جماعة غنية بالكربوهيدرات ولكن مش غنية قوي. في منها اللي غني قوي 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 وفي منها الفقير شوية، زي الفراولة والتوت البري والتفاح والكمثرى والجوافة فيهم ألياف. فكل ما الفاكهة كانت غنية بالألياف كلما كانت إيه؟ اقل كربوهيدرات. عندي اعتراض على البلح الاحمر والبرتقال والكاكا عشان بيحصل لهم امتصاص من هنا، عارفين لو رطب هقول لك ماشي خدهم بعد الوجبه الكامله. وصلت؟ اكسبلور بقى، ما تاخدش المعلومه وتخلع. اكسبلور.